مشاهدينا الكرام مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مال واعمال. تتواصل مسيره الخير والازدهار الاقتصادي والتنموي في عهد حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، حيث اعلنت شركه نفط الكويت عن اكتشاف حقل النخذ البحري، وهو انجاز جديد يضاف الى رصيد العديد من الانجازات النفطيه الكويتيه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى. الكرام تقرير نتابعه معكم، نتوقف مع هذا التقرير الخاص بالقطاع النفطي واكتشاف حقل النخذة، ومن ثم نعود إليكم وأبرز النقاط المهمة في حقل النخذة البحري. وتتوالى الإنجازات، مشروع الوقود البيئي، مصفاة الدقم، مصفاة الزور، والآن حقل النوخذ البحري، باكورة إنجازات ونجاحات شركة نفط الكويت، وتأكيد لمدى متانة استراتيجية الشركة وتفاني موظفيها ودعم قياديها، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف لسعود الصباح. لعل اسم حقل النوخذ البحري انتشر بشكل واسع منذ الإعلان عنه ليصبح الحدث الاقتصادي النفطي الأكثر بروزاً خلال هذه الأيام، ليس على المستوى المحلي فحسب بل العالمي أيضاً. ولا ملامة، فهذا الاكتشاف سيزود دولة الكويت بكميات إنتاج نفطية تعادل 3 سنوات للإنتاج الكلي للدولة، ويتمتع بمميزات وموارد نفطية تمكنه من أن يكون أحد أبرز الحقول ذات حيوية إنتاجية. شركة نفط الكويت ارتبط اسمها دائما وأبدا في إنجازات نفطية متفوقة ومتواصلة على مر أجيال متعاقبة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. باتت استراتيجية شركة نفط الكويت لإنتاج 3,650,000 برميل من النفط الخام يوميا قريبة المنال بعد الإعلان عن عدد من الاستكشافات النفطية خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا اكتشاف حقل النوخذ البحري، والتي سيحدثنا عنها بمزيد من التفاصيل ضيفنا في الاستديو الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت السيد أحمد العيدان. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. يا هلا أختي، أهلا بك. يعني لو تكلمنا بداية أستاذ أحمد عن العمل في مشروع الحفر البحري، وتسرد لنا كذي تاريخ الاستكشافات البحرية، تفضل. نعم. بس بداية الأمر حبيت أتشكر من تلفزيون دولة الكويت وبرنامج مال وأعمال والقائمين عليه لإتاحة الفرصة لشركة نفط الكويت والقطاع النفطي لإظهار إنجازاتهم. واليوم لنا إن شاء الله إنجاز عظيم مثل إنجاز استكشاف حقل النوخذة. حقل النوخذة أختي هذا جاي من عمل طويل، وخلينا نقول نتكلم، أنا ودي بالبداية أتكلم على السرد التاريخي. نتكلم على السرد التاريخي. الاستكشافات البحرية بلشت في دولة الكويت تقريبا من أوائل الستينات، وكان في محاولات كثيرة في الستينات ولغاية الثمانينات تقريبا بحفر 7 إلى 9 آبار، إلا أن الآبار كلها ما كانت لها جدوى اقتصادية. والمتعارف عليه أن في خلال الثمانينات والتسعينات كان عمليات الاستكشاف جدا محدودة، كونية أن دولة الكويت دولة صغيرة وتم اكتشاف معظم المكامن أو خلينا نقول الحقول الكبيرة مثل برقان الأعظام وغير الحقول المعروفة. إلا أن بتغيير مفاهيم الاستكشاف وتغيير التكنولوجيا وتغيير المفهوم السابق اللي هو الاكتشافات النفطية للنفوط السهلة، خلينا نقول بلشنا نفكر في النفوط الصعبة أو المكامن الصعبة. فبظل هذا المفاهيم الجديدة وخلينا نقول التكنولوجيا الحديثة خصوصا للمسوحات الزلزالية، رجعت فكرة الاستكشاف إلى شركة نفط الكويت ودولة الكويت، وكانت موجودة في استراتيجيتنا اللي ابتدينا فيها في سنة 2000 والاستراتيجيات المتتابعة. وبفضل الله يعني يمكن حققنا كثير من الاستكشافات في الفترة السابقة، مثل ما تذكرون في 2006 لما أعلننا عن اكتشاف حقل الحقول شمال الكويت للغاز الحر. صحيح. وأيضا تلتها اكتشافات كثيرة، إلا أن الاستكشاف البحري ظل في يعني خلينا نقول تقدم، ما في تقدم الا انه يعني مثل ما انت عارفه اليابسه ارخص، خلينا نقول وعندنا فرص استكشافيه في اليابسه، فليش اروح للبحر في ذاك الوقت، خليني ابتدي في السهل. صحيح. من ناحيه حتى التكلفه. فكانت موضوعه من ضمن الاستراتيجيه ب 2020 او خلينا نقول استراتيجيه 2025 ان نحفر في البحر. وبفضل الله ابتدينا فيها العملية من بداية المسوحات الزلزالية اللي ابتدينا في تخطيطها في سنة 2010-2011، وابتدينا العمل فيها وانتهينا في 2014. بعد ما انتهينا من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد للمنطقة البحرية تقريبا غطينا 6000 كيلومتر مما يمثل تقريبا ثلث دولة الكويت. طبعا دخلت هذه المسوحات الى تحليلات البيانات وش اسمه مثل ما نقول خلق الخرائط تحت سطحيه لطبقات الارض. نعم. لمعرفه التركيبات خلينا نقول الجيولوجيه اللي ممكن يتكون فيها النفط. ودي اذكر هنا نقطه في مجال صناعه النفط، ما في جهاز او تكنولوجيا في العالم تقول لك هنا في نفط او ما في نفط، هذه لازم تكون واضحة للجميع. نعم. في تركيبات جيولوجية، زين هذه تركيبات جيولوجية ندرسها من حيث جيولوجيا وجيوكيميائيا، وندرس هجرة النفط وندرس تكوينها، هل بعد هجرة النفط أو ما قبل هجرة النفط، هل يتواجد ما نسميه بالكاب روك اللي هي طبقة غير نفاذية وغير مسامية، مثل ما الكل عارف أو يمكن في كثير ما يعرفون هجرة النفط من أسفل إلى أعلى. يعني في أستاذ أحمد إشارات معينة تبين وجود النفط في أماكن معينة. بالضبط، لما نشوف تركيبة هجرة النفط من أسفل إلى أعلى، فالنفط يندفع في الماء ويدفع إلى الأعلى. عشان شيء لما نقول قارو، لأن قارو كان النفط طالع فيها على 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 السطح، كان واضح. فما في إذا ما في طبقة مسامية أو نفاذية زين اللي نسميها الكابروك، فالنفط يطلع إلى أعلى.
فالتركيبات اللي نسميها التركيبات الجيولوجية هي الهضبات اللي تحت الأرض، ما تحت سطح الأرض. هاي وين نشوفها؟ نشوفها من خلال المسوحات الزلزالية. فعملنا هذا العمل تقريبا من 3 إلى 5 سنوات، وإحنا نشتغل على التحليلات البيانات وعمل الدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية، والحمد لله طلعنا في احتماليات نفطية عدد منها في المنطقة البحرية المفتوحة، وحطينا الاستراتيجية على نحفر نوخذة، حقل نوخذة أول يعني بير يحفر في المنطقة البحرية. طبعا لما نتكلم على استراتيجية الحفر البحري يمكن أخليها لاحقا نتكلم عنها، بس اليوم احنا نتكلم على عدة آبار راح تحفر. نعم. فكان حقل نوخذة أول بير نحفر في الاستراتيجية، وبفضل الله يعني تكللت الجهود كلها بالنجاح، والحمد لله أعلننا عن اكتشاف حقل النوخذة اللي مساحته تتراوح ما بين 95 إلى 96 كيلومتر، ويبعد عن مدينة الكويت تقريبا 80 كيلومتر و 40 كيلومتر عن جزيرة فيلكة، فهو في شرق الكويت. المحقل كليا داخل الأراضي أو المياه الإقليمية الكويتية، المياه الاقتصادية الكويتية. الحقل أعطانا في كإنتاج أولي من البئر الأول ما شاء الله 2800 برميل يومي. نعم. من النفط الخفيف. نعم. وتقريبا 7 مليون. نعم. قدم مكعب نحن قياسي. نحن نستكمل أستاذ أحمد هذه التفاصيل، ولكن نعم. مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونستكمل معكم ومع ضيفنا في الاستديو الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت السيد أحمد العيدان. أستاذ أحمد، يعني وقفنا عند نقطة الإنتاج، لو نعم. نستكمل الحديث عنه. نعم، احنا تكلمنا عن الموقع وتكلمنا عن الحقل نفسه. نعم. تكلمنا عن حفرنا البير الأول. البير الأول الحمد لله كان الإنتاج اليومي من النفط الخفيف 2800 برميل يوميا، ومن الغاز المصاحب تقريبا 7 مليون قدم مكعب قياسي، فهذا إنتاج يعتبر إنتاج جدا جبار. جيد للبير الأول. صحيح. الحمد لله. طبعا قدرنا الاحتياطيات الأولية لمكمن المناقيش في حقل النوخذة إلى أنه راح يكون إن شاء الله 2.1 برميل مليار برميل نفط من النفط الخفيف، وإن شاء الله 5.1 تريليون من الغاز الطبيعي. طبعا هذيل نحسبهم مع بعض مثل ما أعلننا، اللي هم يعتبرون 3.2 نسميه نفط مكافئ. فهذا يعطينا يعني إيمان أكبر
احنا كنا دائما في شركة توصل الكويت نحب نكون من المرحلة الأولى ناجحين. نعم. والحمد لله يعني انت عارفة الاستكشاف في العالم نسبته من 2 من 10 تقريبا ما يتم تحقيق فيه استكشاف، يعني كل 10 بار يدوب 1.5 إلى 2 اللي يتم فيهم الاكتشاف. صح. فكنا نسعى انه يكون ان شاء الله من اول بير اساس يعطينا امل وطموح اكبر بان احنا نستكمل عمليه ورحله الاستكشاف في المنطقه البحريه. والحمد لله ربنا اكرمنا بالبير الاول وكان انتاجه جدا ممتاز واحتياطياته جدا ممتازه، وهذه راح تضيف للاحتياطيات دوله الكويت ان شاء الله القدر الكبير باذن الله. تكلمت عن الاستكشافات البحريه استاذ احمد. نعم. لو تكلمنا على الاستكشافات البحريه الموجوده حاليا لجليعه وجزه واحد، لو تكلمنا عنها بالتفصيل. نعم. مثل ما يمكن ذكر قبل يومين او ثلاثه بان احنا خلينا نبتدي اول شيء، احنا عندنا حاليا منصتين حفر بحريه. نعم. هذه المنصتين واحده منهم كانت تحفر في حقل النوخذة والثانيه ابتدت في شهر 9 اللي فات او وصلت في شهر 9 اللي فات في حقل او ما يعني خلينا نقول احتماليه النفطيه في منطقه الجليعه، وابتدينا الحفر فيها في تقريبا شهر 12 اللي فات. احنا اليوم ان شاء الله تقريبا خلال هاليومين راح نوصل الى العمق المرجو باذن الله اللي راح نوقف عنده، وراح يتعمل طبعا السجلات الكهربائيه وكل البيانات راح تؤخذ من البير بعد ما ننزل عمليات، طبعا عملياتنا خلينا نقول التبطين وتجهيز البير الى الاختبارات الجديده. فان شاء الله يعني نتكلم على شهر الى شهرين راح ان شاء الله ان شاء الله نزف لكم خبر جديد باكتشاف جديد باذن الله بجليعه باذن الله. فبالنسبه لجزء مثل ما قلت لك هذا المنصه الاولى اللي هي حفره نوخذه اليوم انتقلت حسب ما اعلنا من حقل النوخذه الى حقل جازه، وحقل جازه هذا ثالث احتماليه في الاحتماليات اللي احنا وضعناها من ضمن استراتيجيتنا للاستكشاف البحري. نعم. في ان شاء الله السنوات القادمه. نعم ممتاز. متى سيتم الانتهاء من عمليات الحفر البحري بشكل عام؟ ان شاء الله ما ننتهي بإذن الله. إن شاء الله، لأن إذا انتهينا كلمة انتهينا يعني معناته استكشافاتنا أو خلينا نقول ما في عندنا اكتشافات. صحيح. إحنا لا فضل الله إن شاء الله مع اكتشاف أول حقل أول مكمن. حبيت بس أذكر هني إن دائما إحنا ليش نقول إن أول واحد راح يعطينا ثقة أكبر، طبعا نفسيا زائد علميا. نعم. إن فعلا مثل ما قلت انا في السابق انه ما في اي تول بالعالم تقول لك في نفط في. نعم. تركيبات، فهل وجود الهيدروكربون موجود في هذه التركيبات او لا؟ بما ان حقل نوخذه اثبت ذلك فهذه خلينا نقول التركيبات التحت سطحيه في المنطقه البحريه الكويتيه تقريبا تكون في شبه خلينا نقول العصور تكون تقريبا يعني متكامله مع بعض او متصله. بأن النفط ممكن يهجر في هذه الهضبات ويعبي الهضبات تحت سطح الأرض مختلفة، فهذا يعطينا ثقة أكبر في إن شاء الله رحلتنا الاستكشافية البحرية إن شاء الله القادمة. فإن شاء الله ما راح ننتهي لأن متى ما تم استكشاف راح تليه آبار تحديدية واستكشافات أخرى صحيح كلامك الاستكشافات الأخرى، بس كل استكشاف يروح إلى حفر آبار تحديدية لتحدد المكمن كامل. بعد الآبار التحديدية اللي يسميها نحفر آبار تطويرية. هل حفر الآبار واستكشافها إشارة لآبار أخرى موجودة بأماكن معينة أستاذ أحمد؟ لا، هو مثل ما قلت لك احنا اليوم لما اكتشفنا هذه الطبقة. نعم. الطبقة هذه ما راح تنتج من بير واحد. نعم. منطقة كبيرة 96 كيلومتر. فراح تحتاج إلى نحفر آبار أكثر على أساس نغطي المنطقة. نعم. بداية مراحل الاستكشاف إلى التطوير تبتدي ببئر استكشافي اللي يسمونه الوايلد كات. بعدها نحفر آبار تحديدية لنحدد المنطقة وين آخر ظهور للهيدروكربون. وبعدها نحفر الآبار التطويرية بناء على دراسة مكمنية بحيث ننتج النفط بطريقة متناسقة ومتناسبة وما يعني يكون عندنا ظهور المياه بأسرع وقت، فلها دراسات كاملة. فهذه كلها معتمدة على حفر الآبار،
وطبعا كل اكتشاف راح يلي نفس هذه المراحل، فان شاء الله ما ننتهي من الحفر بالبحر وان شاء الله نستمر فيه الى الابد باذن الله. تكلمنا عن الاستكشافات والاستكشافات البحريه وكانت من ضمن الخطه الاستراتيجيه. لو تستعرض لنا الخطه الاستراتيجيه لشركه نفط الكويت خلال المرحله المقبله استاذ احمد. مثل ما الكل عارف احنا خطتنا الاستراتيجيه مستمده من خطه مؤسسه البترول الكويتيه اللي هي الخطه العامه للقطاع النفطي. احنا نمثل شركه نفط الكويت قطاع الاستكشاف والانتاج. فمهامنا هي استدامه الانتاج وزياده الاحتياطيات. طبعا هذه تجي من كثير يعني خلينا نقول اعمال. عندك المكامن التقليديه الحاليه اللي تنتج واللي صار لها اكثر من 90 سنه، وعلى فكره ان شاء الله راح نحتفل في عيد ميلاد شركه نفط الكويت 90 في ديسمبر القادم باذن الله. فعلى مدار 90 سنه شركه نفط الكويت كانت تنتج النفط من حقول كثيره اللي هي الحقول الاساسيه التقليديه الموجوده حاليا. طبعا اي خلينا نقول لك اي مكمن ينتج منه هذا كل برميل ينتج يفقد. فانت تبي تعوض ما فقد. صحيح. فهذا يجي من وين؟ من استكشافات جديده او من تعزيز الانتاج في المكمن نفسه. فاحنا اليوم كاستراتيجيه هل هناك طرق معينه لتعزيز الانتاج من نفس المكمن؟ نعم. هناك كثير من الأشياء نقدر نسويها. في عندنا على سبيل المثال اللي هو يسمى بتعزيز استخلاص النفط. نعم. اللي هو EOR اللي هو Enhancement of Oil Recovery. أنا دائما أشرحها وأبسطها للجميع بأن مكمن النفط في باطن الأرض مو حجرة. مكمن الأرض في باطن الأرض صخر، بس هذا الصخر صخر في نفاذية ومسامية. أمثلها دائما بالإسفنجة. نعم. الإسفنجة تكون مليانة ماء بس مش ظاهر عليها الماء، بس من يعني ترعصينها يبدأ يطلع الماء، فهذا البرشر اللي على الإسفنجة هو اللي يطلع الماء. فالماء وين موجود؟ داخل النفاذية والمسامية داخل هذه الإسفنجة. الصخور تحت الأرض بهذه الطريقة. نعم. فيها نفاذية ومسامية، النفط يكون داخلها. لما نفتح البير ونسوي له نسميه البرفوريشن، لما نفتح المكمن نفسه يبدا يصير ضغط على السوائل وتبدا تطلع لنا. طيب هذه مع الوقت يبدا يخف ضغط النفط. نعم. وارجع لك على مثال الاسفنجه. نعم. مهما فقصتي فيها، بنقولها بالكويتي، مهما عصرتيها راح يظل فيها ماي. نعم. ما راح يطلع منها الماي الا بعد فتره. الماي المتبقي هذا مثل النفط المتبقي بعد ما انخفض البريشر مال او الضغوطات مالت الطبقه. نعم. فبالتالي نعمل عمليه مثل تحفيزيه للمكمن على اساس نستخرج ما تبقى من النفط. اي نعم. فهذه واحده من العمليات. ومثل ما قلت لك عمليات الاستكشاف هي يعني تعوض ما فقد. زين. وكل وطبعا من ضمن الاستراتيجيه هي استدامه الانتاج ورفع الانتاج. طبعا اليوم احنا مثل ما اعلنا مرارا وعلنتكم تكرارا بان استراتيجيه شركه نفط الكويت راح تكون ان شاء الله 3,650,000 في حلول سنه 2035 واستدامتها الى 2040. هذا على صعيد النفط. وعلى صعيد الغاز ان شاء الله راح نوصل الى 1.5 مليار قدم مكعب قياسي من النفط ان شاء الله في سنه 40. نعم. ذكرت للتو الانتاج استاذ احمد، لو تكلمنا عن الطاقه الانتاجيه الحاليه لشركه نفط الكويت من النفط والغاز وايضا تكلفه البرميل كذلك. نعم. انا ودي في البدايه اختي اوضح امر ما بين الطاقه الانتاجيه والانتاج الفعلي. نعم. لان الانتاج الفعلي يتحكم في امور يعني غير الطاقه، فيعني في مثلا اوبك وغير اوبك بلس والامور اللي تحدد الانتاج اليومي. احنا نتكلم عن الطاقه الانتاجيه، مش معناته ان هذا اللي قاعد ننتجه يوميا. نعم. الطاقه الانتاجيه اللي هي قدرتنا على الانتاج. اليوم احنا مثل ما اعلنا في 2023 الحمد لله وصلنا الى 2,700,000 برميل يومي. وان شاء الله في سنه 2024 2025 راح نوصل الى 2,800,000 باذن الله.
وفي من خلال استراتيجيتنا والخطه الخمسيه القادمه ان شاء الله شركه نفط الكويت راح نوصل الى 3 مليون برميل يومي، وان شاء الله مثل ما قلت لك على 35 راح نكون وصلنا الى 3 ملايين و650 باذن الله. اما وطبعا عن الغاز، نتكلم عن الغاز. الغاز احنا اليوم اعلنا ان في عندنا غاز غير مصاحب اللي هو الغاز الحر الطبيعي، وتتكلم على ان شاء الله الوصول الى 950 مليون قدم مكعب يومي ان شاء الله في حلول سنه 26 واستدامتها ان شاء الله الى ان نوصل الى المليار ونص من الاستكشافات الاخرى للغاز الطبيعي. نتكلم عن البرميل النفط. شوفي يا اختي، في كل العالم سعر البرميل يزيد مع زيادة التكلفة، ودائما زيادة التكلفة تجي من خلينا نقول تقادم هذه المكامن. نعم. فمثل ما قلت لك مساء احنا راح نحتفل ب 90 سنه ان شاء الله قريبا، فعندنا مكامن مثل حق البرقان صار له 90 سنه ينتج. اي وفضل الله تبارك الرحمن ولا يزال فيه الخير الكثير، الا ان مثل ما قلت لك مساء الضغوط تنزل. فالضغوط لما تنزل تحتاج الى محفزات مثل البمبات. نعم. فاحنا عندنا ما يسمى الغواطس، بمبات معينه تنزل في البئر وتساعد البئر على ان ينتج اكثر. ينتج اكثر. نعم. فهذه تكلفه بالاخير. التحفيز اللي قلت لك عنه الاي او ار اللي هو تعزيز الاستخلاص استخلاص النفط، هذا تكلفه. الاستكشاف في النفوط الصعبه هذه تكلفه، فهذه كلها وين تصب؟ تصب في سعر البرميل. نعم. الا انه وبفضل الله مع هالتكاليف هذه كلها الا ان سعر نفط برميل النفط الكويتي يضاهي او خلينا نقول يقارن في دول كثيره بان احنا الاقل بفضل الله. نعم. الحمد لله، أخبار جميلة ومفرحة أستاذ أحمد. الحمد لله، إن شاء الله دوم. الحمد لله، إن شاء الله يا رب. يعني الحديث متواصل عن الحقول الرقمية. نعم. يعني لو تكلمنا عنها، عن الحقول الرقمية في شركة نفط الكويت. نعم. ما يخفيك أختي، اليوم إحنا تكنولوجيا دشت في كل شيء في حياتنا الطبيعية. صحيح. صحيح. فبالتالي بدش في كل الصناعات. صحيح. الصناعة النفطية من الصناعات الرائدة اللي لازم ندش فيها التكنولوجيا. فالتحول الرقمي اصبح يعني نقول واجب، لابد من التحول الرقمي. وطبعا التحول الرقمي بس مو لنقول انه شيء جديد راح نجربه او تكنولوجيا جديده راح نجربها، لا، التحول الرقمي اصبح احتياج. ليش احتياج؟ متواجد، امر واقع صار. امر واقع. صحيح. صح كلامك. مراقبة انتاجنا ومراقبة الآبار اللي هي الآبار منتشرة مثل ما شفتوا في جميع أنحاء دولة الكويت، وراح يكون إن شاء الله عندنا البحرية، واللي مراقبة هذه الآبار واللي التعديل خلينا نقول قوة انتاجها، يجب أن يكون عندك رقابة لحظية مع هذه الآبار. فالديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي يعطيك هذه الامكانيه بانك انت تشوف ابارك وتشوف انتاج ابارك وتعرف بيرك قاعد ينتج ايش كثر من اويل وايش كثر من ماء وايش كثر البرشر ماله على مدار الساعه، فانت تقدر من الكنترول روم تقدر تغير وتعدل وتتحكم. اي نعم. زائد على يساعدك على عملياتك التشغيلية. مثلا ناخذ على سبيل المثال الحفر. اليوم احنا الان عندنا كنترول روم في شركة نفط الكويت تراقب معظم آبارنا اللي تحفر وتراقب عمليات الحفر على مدار الساعة، تسهل عملية خروج المهندسين ورجوعهم الى الحقل بانه يقدر يعطي ويحدد وين يوقف وين يحفر وشلون يخفف اللي هو اللي يسمونها الطفله، يخفف المدويت، يعني الامور هذه الكنترول كله، ويخفف الزمن اللي هو خلينا نقول غير مستغل. نعم. احنا مسميه نون برودكتيف تايم للرج. فهذا كله يساعد على سرعه حفر الابار، يساعد على انتاج افضل للابار، ويساعد على تقليل التكاليف. فالتحول الرقمي لابد منه لانه راح يساعدنا كثير، وبالعكس احنا ابتدينا فيه وقاعد يساعدنا حاليا.
نعم، يعني أسئلة كثيرة وودنا نستفيد من وجودك معنا أستاذ أحمد، ولكن لضيق الوقت راح أسألك سؤال عن رؤية، يعني كيف تساهم الشركة في رؤية كويت 2035؟ نعم، احنا جزء طبعا لا يتجزأ من الاقتصاد الكويتي. صحيح. والاقتصاد الكويتي تقريبا مثل ما تعرفين يعني معروف عن اقتصاد نفطي. نعم. فمثل ما كانت شركة نفط الكويت وإن شاء الله راح تستمر بأنها تمد الإيرادات للدولة لتساعدها على التنمية، هذا اللي احنا قاعد نشتغل عليه حاليا مثل ما قلت لك، استدامة الإنتاج وزيادة الإنتاج وتعويض ما فقد من الاحتياطيات. نعم. فبفضل الله إن شاء الله راح يكون لنا يعني بفضل هالاكتشافات الجديدة وتعزيز الإنتاج اللي قاعد نتكلم عنه ووصول إلى خلينا نقول البرودكشن المرجو إن شاء الله راح يعزز من الإيرادات للدولة ويعظم المدخول للدولة ويساعد على تنمية الدولة. زائد على كذي مشاريعنا اللي احنا قاعد نقوم فيها والمشاريع اللي قاعد نصرف عليها قاعد توفر يعني خلينا نقول وظائف او خلينا نقول يعني فرص عمل لكل الكوادر الكويتيه الوطنيه. صحيح. واحنا الحمد لله قاعد ناخذ هذه الكوادر بانتقاء وقاعد نسوي لهم التطوير خلينا نقول المهني المطلوب. نعم. ليواكبون ان شاء الله الشركات العالميه باذن الله، والحمد لله عندنا هذه الكوادر. زائد مساهمتنا في المحتوى المحلي. نعم. احنا في القريب قبل يمكن اسبوعين او ثلاثه وقعنا 5 عقود مع شركات محليه كويتية لحفر الآبار. نعم. أعطيناهم الفرصة بأنهم يجون عملية مثل البايلوت لين 5 سنوات. أعطيناهم أغلب تقريبا 4 شركات خذوا على منصتين طبعا برية. نعم. وفي شركة خذت منصة، فعلى أساس أنهم يشتغلون ويتعلمون، ودخلنا معهم شريك أجنبي بحيث أن يتعلمون وإن شاء الله يعني ينجحون ويصيرون من ضمن الشركات اللي تحفر لنا ويكون عندنا شركات محلية. فإحنا هذه واحدة من الأشياء طبعا، وكثير عندنا في تعزيز دور المحتوى المحلي في الكويت والشركات الكويتية، وإحنا نشجع دائما الشركات الكويتية لرفعة الاقتصاد الكويتي بإذن الله. صحيح صحيح، يعني إنجازات ملحوظة وجهد جبار يقوم في القطاع النفطي مما لا شك فيه، ونبارك لكم وللكويت أستاذ أحمد استكشاف حقل النوخذة البحري. سعيدة جدا بوجودك معنا اليوم أستاذ أحمد، يعني رئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت أستاذ أحمد العيدان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. شكرا، يعطيك العافية. شكرا لك. مشكورة. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع ختام حلقة اليوم، في أمان الله.